أحييكم مشاهدينا أينما كنتم. جولة الصحافة من اليوم، أهلا بكم. قالت الصحف الصادرة اليوم بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجد نفسه عالقا بين الالتزام تجاه الشريك الروسي وإرضاء الحليف الأمريكي في حلف شمال الأطلسي، فيما بدأ صبر واشنطن ينفذ من تمسك تركيا التي باتت مجبرة على اقتناء منظومة الصواريخ الروسية S-400 لإنقاذ اتفاق أصبح على المحك جرى التوصل إليه بين موسكو وأنقرة لمنع هجوم النظام السوري في محافظة إدلب الحدودية مع تركيا والتي تسيطر عليها جماعات جهادية. وقد تتعرض العلاقات المتوترة سلفا بين أنقرة وواشنطن إلى ضربة جديدة في ظل احتمال فرض الأخيرة عقوبات إذا مضت تركيا قدما بصفقة البطاريات الروسية التي يتوقع وصول أول شحنة منها خلال الصيف. والبداية من الشرق الأوسط والتي عنونت غارات سورية بغطاء روسي تقترب من حدود تركيا، حيث وسعت قوات النظام السوري بدعم من الطيران الروسي دائرة قصفها لتشمل ريف حلب قرب حدود تركيا بالتزامن مع استمرار القصف على ريف إدلب، ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال. ويتوقع أن يتطرق المبعوث الدولي جير بيدرسون إلى وضع إدلب خلال إجازة يقدمه إلى مجلس الأمن الدولي اليوم. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس عن مقتل 21 مدنيا بينهم 4 أطفال في غارات جوية نفذتها قوات النظام السوري استهدفت محافظة إدلب، لافتا إلى شن 745 غارة وبرميلا في اليوم 29 من التصعيد الأعنف. وقال إن طائرات روسية استأنفت قصفها بعد أكثر من 24 ساعة على غيابها عن الأجواء. من جهتها أفادت شبكة الشام المعارضة بأن الطيران المروحي والحربي التابع للنظام وسع من دائرة القصف ليطال ريف حلب الغربي والجنوبي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير مركز للدفاع المدني. موقع أحوال تركيا عنوان تركيا تواجه مأزقا في مناطق خفض التصعيد، حيث أنه وما تزال حكومة العدالة والتنمية متورطة في الشأن السوري وتدعم جماعات مسلحة هناك، لكن الواقع على الأرض بدأ يسير في غير صالح القوات التركية المرابطة في إدلب. النظام السوري مدعوما من روسيا ومساندة عسكرية منها على الأقل في مجال القصف الجوي، وصار يضيق الخناق على التواجد التركية، بينما حكومة العدالة والتنمية عاجزة عن أي رد فعل بسبب التدخل الروسي. وتأكيدا للتطورات المتسارعة على الأرض، ذكر مسؤول بالمعارضة السورية إن القوات الحكومية السورية التي تساندها روسيا ستتمكن من التقدم على طول الطريق إلى الحدود التركية إذ اخترقت دفاعات المعارضة في الشمال الغربي، وحث تركيا على فعل المزيد لحماية المنطقة من هجوم كبير. القدس العربي تساءلت يوم دموي في إدلب، ومسؤولة أممية لمجلس الأمن تقول متى تتحركون لحماية المدنيين، حيث قتل 21 مدنيا بينهم 7 أطفال أمس في غارات جوية نفذتها قوات النظام السوري والمقاتلات الروسية مستهدفة محافظة إدلب ومحيطها شمال غرب سوريا، وذلك وفق ما أفاد مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى الحاج يوسف لصحيفة القدس العربية. فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعتبر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية العامة تصعيدا
طائشا للصراع في سوريا، وأعلنت فرنسا عن وجود مؤشر على استخدام الأسلحة الكيميائية. واستهدفت الضربات الجوية التي شنها النظام السوري أمس وحلفاؤه على أجزاء عدة من محافظة أدلب، خصوصا منطقة جبل الزاوية في جنوب شرقي المحافظة، وذلك حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ودفع القصف والمعارك نحو 200,000 شخص إلى النزوح، وذلك حسب الأمم المتحدة. العربي الجديد عنونت: النظام ينوي تكرار سيناريو الغوطة وحلب بمشاركة مقاتلين روس، حيث يصعد النظام السوري من حملته العسكرية شمال غرب سوريا وسط إصرار على استعادة السيطرة على محافظة إدلب في تجاوز لكل التفاهمات التركية الروسية حول المنطقة، وفي مقدمتها اتفاق سوتشي المبرمة مع الجانب التركي في سبتمبر أيلول الماضي. وينذر توسع النظام وحلفائه الروس لدائرة استهداف المدن والبلدات المكتظة بالمدنيين بتفاقم الوضع الإنساني. بموازاة ذلك، انتقل ملف محافظة إدلب والوضع الإنساني المتأزم نتيجة التصعيد من قبل النظام وحلفائه إلى أروقة الأمم المتحدة مع عقد مجلس الأمن الدولي جلسة أمس الثلاثاء على أن يعقد أخرى مماثلة مساء اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة ما يجري شمال غرب سوريا. وذكرت مصادر إعلامية إن الجلسة غير العلنية ضمت كلا من نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيريشينينا، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون. والآن إلى الشأن العراقي. عراقيا وإلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت: أحكام إعدام جديدة بحق دواعش فرنسيين في العراق، حيث أصدر القضاء العراقي حكما جديدا بإعدام 2 من الدواعش الفرنسيين الذين بحوزة السلطات العراقية، ليرتفع العدد حتى أمس الثلاثاء إلى 6. وحتى يكتسب حكم الإعدام في العراق الدرجة القطعية، فإنه يمر بسلسلة طويلة من المحاكمات، بما في ذلك إمكانية إعادة التحقيق والمحاكمة كما من جديد، فضلا عن التمييز والاستئناف، وهي عملية يمكن أن تستغرق سنوات عدة، حيث لا تزال السجون العراقية تضم الآلاف من المتهمين بالإرهاب ومئات عدة ممن صدرت بحقهم أحكام إعدام بعد إدانتهم لكن دون تنفيذ. وكان القضاء العراقي حكم على 4 فرنسيين بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم داعش، ثم صدر أمس الثلاثاء حكم جديد بإعدام 2 من الفرنسيين. وفيما أعلنت فرنسا عن تفهمها حق العراق السيادي بشأن ذلك، فإنها أعربت عن معارضتها أحكام الإعدام. القدس العربي قالت: مصدران عراقيان يقولان مساع لتشكيل جيش مناطقي في الأنبار برعاية أمريكية، حيث عقد اجتماع أواخر إبريل نيسان الماضي في مدينة إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وذلك لبحث تشكيل جيش مناطقي في محافظة الأنبار، وفق ما كشف مصدران لصحيفة القدس العربي رافضان الكشف عن هوياتهما. وقال المصدر الأول إن ضابطا في الجيش العراقي يحمل رتبة عميدة كان في أحد المواقع الحساسة في وزارة الدفاع العراقية حتى تاريخ غزو العراق وسقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 9 أبريل/نيسان عام 2003 بطمح يطمح لقيادة الجيش. ومعروف عن الضباط حسب المصدر تعاونه مع القوات الأمريكية خلال الأشهر الأولى من الاحتلال قبل مغادرته العراق إلى العاصمة الأردنية بعد محاولات لاغتيال على يد مسلحين منتمين للمعارضة العراقية المسلحة وتفجير منزله الكائن في أحد مدن محافظة الأنبار غربي العراق. والآن إلى الشأن الإيراني.
إيرانيا. قالت الشرق الأوسط بأن الخارجية الإيرانية تتحفظ على الوساطة مع أمريكا، حيث تحفظت الخارجية الإيرانية أمس على محاولات الوساطة التي تقوم بها أطراف دولية لخفض التوتر بين الولايات المتحدة، وقالت إنها ليست في مرحلة الوساطة حاليا مع واشنطن ولا ترى آفاقا للتفاوض. فيما قالت وسائل إعلام يابانية إن الترتيبات جارية لزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطهران للقاء المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني. وقال المتحدث باسم الخارجية عباس الموسوي أمس: نحن الآن لا نرى آفاقا لأي مفاوضات مع أمريكا. وتابع: نحن لا نعير الأقوال اهتماما، فالمهم هو تغيير الأقوال إلى أفعال. نحن سنتخذ القرار على أساس السلوك وما يهمنا تغيير النهج الأمريكي. وأضاف في مؤتمر صحفي إن طهران لا تشعر بأي توتر أو إمكانية صدام مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المخاوف خلقها آخرون، وذلك وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وحذر الموسوي من أنه إذا لم يتم تخفيف العقوبات فإن طهران ستأخذ بكل صرامة خطوات تالية، في إشارة إلى إمكانية تخليها عن مزيد من تعهداتها بموجب الاتفاق. صحيفة رأي اليوم عنونت: مسؤول إيراني يؤكد من قطر إن الأولوية لبلاده الحوار مع دول الخليج وتوقيع معاهدة عدم الاعتداء وبناء الثقة، حيث أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي أنه يمكن من خلال آليات مثل مجمع الحوار الإقليمي في الخليج الفارسي وتوقيع معاهدة عدم الاعتداء تمهيد الطريق لبناء الثقة والتعامل البناء بين دول الجوار. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع عراقجي مع مساعد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء في الدوحة، وذلك في آخر محطة لجولته الإقليمية التي بدأها بسلطنة عمان ومرورا بالكويت وانتهاء بقطر بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. وأضاف عراقجي في لقائه مع الوزير القطري إن الأولوية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تكمن في الحوار مع بلدان المنطقة، وفي معرض الإشارة إلى سياسة الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية قال: إرساء كامل للاستقرار والأمن في المنطقة يتحقق عندما يتم ضمان المصالح الوطنية والاقتصادية لجميع البلدان فيها. والآن إلى الشأن العالمي. عالميا، قالت العرب اللندنية بأن صواريخ S-400 تغير دور تركيا الجيوستراتيجية، حيث ذكر تقرير على محطة CNBC التلفزيونية إن أمام تركيا حوالي أسبوعين لتقرر ما إذا كانت ستكمل صفقة أسلحة متطورة مع الولايات المتحدة أو تخاطر بعقوبات شديدة من خلال إتمام اتفاق لشراء نظام صاروخي من روسيا. وأضاف التقرير إنه بحلول نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو يتعين على تركيا إلغاء صفقة بمليارات الدولارات مع روسيا، وأن تشتري بدلا من ذلك نظام الدفاع الصاروخي باتريوت الأمريكي الصنع الذي تتجه شركات رايتون أون أو إن تواجه الحذف من برنامج شركة لوكهيد مارتن لطائرات F-35 وخسارة 100 طائرة من طراز F-35 التي وعدت بها، وفرض عقوبات أمريكية وردود فعل محتملة من حلف شمال الأطلسي الناتو. رأي اليوم قالت بأن واشنطن تدرس وقف تدريب طياري تركيا على مقاتلات F-35 بعد إصرار أنقرة الحصول على صفقة صواريخ S-400، حيث قالت مصادر إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس تعليق تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات F-35 على خلفية خطط أنقرة للحصول على صفقة صواريخ S-400. وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مطلع أبريل الماضي إرسال مقاتلتين F-35
المدينة المملوكة لتركيا إلى قاعدة لوكا بولاية أريزونا الأمريكية. وقالت واشنطن حينها إنها مستمرة في تدريب الطيارين الأتراك في قاعدة لوكا دون تغيير، والتي من المقرر أن تستغرق مدة تتراوح بين عام إلى عامين. وتحاول واشنطن إقناع تركيا بعدم شراء منظومة S-400 الروسية والحصول على صواريخ باتريوت الدفاعية الأمريكية، في حين تقول أنقرة إن واشنطن عرقلت شراء باتريوت فلجأت إلى الخيار الروسي. والآن إلى فقرة المقال وما حاز اهتمام الصحف من آراء للكتاب. يتناول الكاتب عبد الرحمن الراشد في مقال له فحوى رسالة من نواب في الكونغرس الأمريكي يحثون فيه الرئيس دونالد ترامب على زيادة النشاط الأمريكي في الأزمة السورية، حيث يرى الكاتب بأن هذه الرسالة تعطي ترامب هامشا كبيرا للتحرك في المنطقة. لنتابع. يظن البعض أنه لم يعد لدى الأمريكيين شهية للمواجهات، ليس هذا ما نشمه في واشنطن وفي كلتا المؤسستين التشريعية والتنفيذية والمدنية والعسكرية. وبخلاف المألوف في الكونغرس، كتب 400 نائب يمثلون الأغلبية ومن الحزبين خطابا مشتركا يحثون فيه الرئيس دونالد ترامب على زيادة النشاط الأمريكي في الأزمة السورية. النواب يرون أن روسيا تكمل مهمة إيران في المخطط السوري. تعمل روسيا أيضا على تأمين وجود دائم في سوريا خارج منشآتها البحرية في طرطوس. لقد غيرت روسيا قوس الحرب الأهلية في سوريا على حساب الشعب السوري من خلال استخدام القوات الروسية والطائرات والحماية الدبلوماسية لضمان بقاء نظام الأسد. وفوق ذلك تزود دمشق بالأسلحة المتقدمة مثل نظام مضاد للطائرات من طراز S-300. روسيا تكمل فقط دور إيران، حيث إنها لا تظهر أي استعداد لطرد القوات الإيرانية من سوريا. الحقيقة تبين مطالب أعضاء الكونغرس أنها متقدمة على رؤية البيت الأبيض ووزارة الخارجية. في خطابهم طالبوا الرئيس ترامب بتنفيذ استراتيجية تشمل العناصر التالية: زيادة الضغط على إيران وروسيا في سوريا لتقييد أنشطتهما المزعزعة للاستقرار، تأكيد سياسة الولايات المتحدة القديمة دعم قدرة إسرائيل وتفوقها العسكري النوعي في سياق مذكرة التفاهم الحالية لعشر سنوات، مواصلة الجهود الاقتصادية والدبلوماسية لمنع دعم إيران لحزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى، وكذلك في وجه دعم روسيا لنظام الأسد الوحشي. ونحن نشجع على التطبيق الكامل للعقوبات المسموح بها في قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، وهو مشروع له تأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ليصبح قانونا. زيادة الضغوط على حزب الله بالتنفيذ القوي والكامل لقانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2015 وقانون تعديلات منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2018 وغيرها من العقوبات التي تستهدفه وأولئك الذين يمولونه، بالإضافة إلى الضغط على يونيفيل لتنفيذ تفويض مجلس الأمن بما فيه التحقيق والإبلاغ عن وجود الأسلحة والأنفاق. هذه الرسالة من مجلس النواب في الكونغرس، أهميتها في هذا الوقت أنها تعطي ترامب هامشا كبيرا للتحرك في المنطقة. وإن لم تدعو صراحة إلى مواجهة إيران عسكريا في الأزمة الحالية، لكن سوريا تبقى هي أرض المواجهة بين الجانبين. يقول الكاتب علي قاسم في مقال له بأن حيلة حكام طهران بالاختباء وراء ستار عقائدي انكشفت، وإشعال الحرائق للمشاركة في إطفائها لم يعد مجديا. السياسات التي تنتهجها إيران تجاه جيرانها لن تتغير. لنتابع.
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف لا يستحي، لذلك يمكن أن يقول ما يشاء خاصة في حضرة أصدقاء مخلصين للنظام الإيراني. في زيارته التي بدأها لبغداد يوم الأحد يقول ظريف إيران إن طهران لديها رغبة في بناء علاقات متوازنة مع كل دول الخليج، بل ويدعو جيران الخليج إلى توقيع اتفاق عدم اعتداء. وبالطبع لم يقل لنا الظريف اعتداء من على من. الجار الإيراني يحمل مشروعا للمنطقة العربية، مشروعا توسعيا قديما أعيدت كتابته بعد انتصار الثورة الإيرانية وقيام الجمهورية الإسلامية. محتوى هذا المشروع ليس سرا تتكتم عليه طهران، بل مشروع تتفاخر به منصوص عليه في الدستور في المادة 154 من الفصل العاشر الخاصة بالسياسة الإيرانية الخارجية. المادة تنص على سعي إيران إلى تأسيس حكومة عالمية، ولتحقيق ذلك تمنح إيران نفسها حق التدخل في شؤون الآخرين دفاعا عن المستضعفين ضد المستكبرين ونصرة للحركات التحررية حيثما كانت. هناك الكثير مما يمكن لإيران أن تفعله إن هي أرادت أن يصدقها الجار الخليجي. بإمكان طهران اتخاذ قرار شجاع خلال ساعات وتعترف بأنها استولت على أراضي جار لها تريد أن تبني معه علاقات حسن جوار، فتبادر إلى إعادة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، الجزر الثلاث التي احتلتها في نوفمبر عام 1971 إلى الإمارات. حيلة حكام طهران بالاختباء وراء ستار عقائدي كشفت، وإشعال الحرائق للمشاركة في إطفائها لم يعد مجديا. السياسات التي تنتهجها إيران تجاه جيرانها لن تتغير. وكثيرا ما تحدث طهران عن سعيها إلى استرداد ما تم إنفاقه من أموال في الساحتين العراقية والسورية، هذا ما كان قد صرح به محسن رضائي أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني عندما قال إن بلاده ستستعيد كل دولار أنفقته في سوريا والعراق وفي كل مكان. أصدقاء طهران في بغداد يتجاهلون ذلك ويستخدمون لغة دبلوماسية مخففة ليقولوا إن الحصار الاقتصادي لإيران ليس مفيدا وأن بغداد ترفض التصرفات الأمريكية أحادية الجانب، مع العلم أن رفع العقوبات الاقتصادية سيدخل أكثر من 100 مليار دولار زيادة في الإيرادات إلى الخزينة الإيرانية. قد يستخدم النظام الإيراني بعضا من هذه الأموال لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، ولكن الجزء الأكبر سيوجه إلى تمويل أنشطة خارجية مسترابة سيطال بعضها العراقيين حتما. إلى أخبارنا المنوعة والطريفة. مئات المهرجين قاموا بتلوين وجوههم وارتدوا الشعر المستعار والقبعات والأحذية الكبيرة والأنوف الحمراء، وخرجوا إلى شوارع عاصمة بيرو للاحتفال بيوم المهرج. لنشاهد. مئات المهرجين قاموا بتلوين وجوههم وارتدوا الشعر المستعار والقبعات والأحذية الكبيرة والأنوف الحمراء، وخرجوا إلى شوارع عاصمة بيرو للاحتفال بيوم المهرج. وشقت مسيرة طويلة من المهرجين تنكروا في مختلف الشخصيات طريقها إلى وسط ليما، حيث رسموا البسمة وجلبوا البهجة معهم إلى سكان المنطقة. ويحتفل المهرجون بيوم المهرج في بيرو في 25 من مايو أيار بمناسبة ذكرى وفاة توني بيريجيل الملقب بمهرج الفقراء. وكان بيريجيل يحمل خيمة ذات ألوان متعددة ويزور أحياء ليما في الثمانينيات من القرن الماضي لنشر البهجة بين سكانها، لكنه قضى أيامه الأخيرة وحيدا طريح الفراش في أحد المستشفيات. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يرصد لحظة خنق ثعبان ضخمة لمدربه أثناء استعراض ضخم لسيركن في منطقة فلاديمير الروسية. لنشاهد.
والآن إلى فقرة الكاريكاتير. نهاية الجولة، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.